هاهو اجي نجربو اكل الشوارع في تركيا مدينة بورصة، واحد من اغلى اكل الشوارع اللي جربت في الفيديوهات ديالي، ولكن بنين بزاف بزاف. سيداتي سادتي، اول حاجة بدينا بها هي طحينة دايرة بحال شي خبيزة عامرة بكاوكاو مطحون من الداخل وفي الفران، كتدخل الفران وكتخرج وكيعطيها لك على هذا الشكل هذا مدورة وبنينة، المذاق ديالها من الداخل بحال اللي كتاكل املو. سيداتي سادتي، احسن حاجة في هاد لا فيديو وهاد البلا اللي داير ب 150 درهم اسكندر كباب، هادي سميتها الشيرة، كيعطينا في الاول كنشربوها. البلا ديالنا وصل وقبل ما كناكلو كيخوي لنا هاد الزيت هذا، المذاق 10 على 10. لتحت كاين الخبز صوص طوماط واللحم واليوغورت وفليفله. هاد اللعيبه سميتها مصطفى شي حاجه. سيداتي سادتي، لحماتون ما كاينش اللي ما كياكلهاش في تركيا، بنينه بزاف بزاف وعامره بمطيشه والخص والحار والحار والحار. زيدكم حتى هاد البلا المشهور هنايا في بورصه، تيشبه الاسكندر كباب، هذا المخلل لتحت كاين الخبز ومطيشه صوص طوماط وكفته واليوغورت. والصراحه المذاق جاني عادي ماشي شي حاجه.